سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانية، أموركم مزيان؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا كتسمعوني. المهم كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ أموركم مزيان؟ كما تشوفوا هنا وكما شفتوا حتى في المينياتور، خرجنا أنا وماما غادي نمشيو نشوفو شنو. صبري غنشوفو، نمشيو نشوفو عند من 5 دراهم برقو شنو عندو، شنو هذا. وعرفتي واحد الجو غزال، شوفوا غير السما من فوق هذا في الفيديو شحال غزال غزال، واحد الجو رائع. مهم غادي وكتصب شويه ديال الشتا، كاين شويه ديال الشتا. غنمشيو عند من 5 دراهم وغادي نديكم معايا ونتقداو شي حاجه. ايوا هذا مكان، هانتوما معايا. المهم البنات، عاد دخلنا للدار. انا جالسه كنصور لكم هذا الفيديو من عند ماما، من عندها في الدار. عرفتوا فين حطاكم؟ فوق واحد الكركور ديال المخاد. وحق الله العظيم تشوفني ماما تقتلني دابا، راه كاينه تحت بغات تعمل لينا اتاي وهذا دير لنا كسكروت ناكلو. المهم غادي نوريكم هذا الشيء اللي خديت، خاف نزربل باش ما تعطلش. اول حاجه خديتها اللي هي الطن هذا الشهير، راكم عارفيني معاه، كنحتاجو بزاف. هذا بيتزا بحال هكا في سلطه. ايوا خديت 5 دراهم ديال التمر، هذا كناكلو انا في الصباح عزيز عليا. وخديت هذا الفرماج، هذا لافاش كيري الامجد، هذا اللي كنعطيه، ما كنبغيش نعطيه دوك الاخرين حيت كيجيوني صراحه ما زوينينش. المهم خديت يقدر نزوج والله ما عرفت واحد. المهم تحلات واحد هذه ديال معليش. مهم خديت فرماج ديال لافاش كيرينيت ديال البيتزا وهذا، ولكن حنايا كناكلو هكا بعد الخطرات كنديرو في سلطة بحال هكا. المهم كناكلو جبني قارونية هذه، شو راه تحلات ليا من هنايا، خصني نرد معاها البال. 5 دراهم وخديت 5 دراهم ديال الروز، هانتوما كلاصتين هانتو تقريبا خديت وشحال من حاجة باقا صراحة خاصاني. وخديت هاد شو سميتو الفخر هذا الفحم، كنحتاجو بزاف الا بغيت ندير البخور ولا شي حاجه. ايوا وخديت هذا ليك، هذا خديت واحد ليا واحد لماما، صراحه ماما ما شربتش هذا ديالها. ايوا اختي نشربو حيت تنحس بالشحفه. ماما غادي نجمع هادشي باش ما نتلفكمش. المهم ما تدوش على الهضره اللي كتسمعوا حيت خالي كيهضر مع ماما. خديت هادي ب 260، ها هو يقدر 260. هذا بابيري دايره في كوزينه، دايره هذا غير هو واش هو نيت حيت تيبان لي هاد البيوضه، ماشي هاد البيوضه اللي عندي في البوطاجي، حيت انا هذاك البابي كنت خديته من واحد لاباج انستغرام ماشي باج فيسبوك. وهاد البيوضه هادي ماشي بيوضه وانما قري، فهمتوا ديك البيوضه اللي غادا للقري. ايوا ما عرفت انا خديتو، نشوف. خديت هادي ديال الشقه، هاد الطابليه هادي في القري، ها هي. خديت هاد بيمو هذا، ها هو 5 دراهم حتى هو، انا ما عرفت 120 ولا 5 دراهم، خديت 5 دراهم. ها هو خديت ديال الفاني، وخديت هاد الكريم شونتي هادي ديال الفريز. ها نتوما بغيت ندير كيكه وبغيت نديرها معاه حيت تعجبني، كتعجبني في الكيكه. المهم خديت جوج من هادو اللي خديت، هاد الثانيه ياكو. خديت هاد الطبسيرات اللي غزالين، خديت منهم 1 2 3 4 5 6 اللي خديت. ها نتوما شوف كيف كيجيو غزالين حماويين و نسيو لي زوني بحال هكا، فريميجات زويته كونفيتور املو. المهم تحطيهم. وخديت
هاد اللعيبه هادي اللي تحرقات ليا، كانت عندي في الحمر ولكن تحرقات. ها هي خديت هادو، يقدروا واش خديتهم بشيخ جوج دراهم ولا معرفت 3 دراهم للواحد. المهم وهذا 5 دراهم، هادي 5 دراهم وهادي 5 دراهم، خديتهم تقريبا في نفس اللون. عرفتوا هادي الا بغيتي تهزوا سباكيتي بحال هكا ولا المقارونيه ولا، المهم كتجي غزي ولا في هاد اللوين هذا. المهم راه كنسربي حيت امجد مع خالو ايوا حاضر. وخديت هاد الكويس هذا الناس ديال الانستغرام عارفيني، مع واحد الكاس ديالي كان كيعجبني مع الصباح يا اختي. نط واحد الصباح جالسه كنغسل الماعن وتهرس ليا في يدي تصورو، طاح تهرس ليا في يدي وجرحني، جرحني في يدي من هنايا، ولكن دا البلا والباس. انا ما كنربيش الكبده على الماعن نهائيا، اللي تهرس مشى دا البلا والباس عادي عندي، ما عنديش مشكل. المهم خديت هذا، شوف شحال غزال، راه كندير فيه قهوه بحال قهوه بارده. المهم باقي ان شاء الله غادي نشاركها معكم كيفاش كنصايبها. نتمنى يا ربي تكونوا كتسمعوني مزيان، حيت راه حليت داك المشكل اللي كان عندي في التليفون اللي كان كيتزاد الصوت وكينقص بوحدو، راني حليت داك المشكل. المهم خديت هاد لي رونجمون هادو، يا لاله يا لاله الا عرفتوهم، ها هما ديال العكوره، حيت باغا نبدل الديكور ديال البيت ديالي كومبليتمون، بيت النعاس، ولكن بغيت نبدا نبدل بشوي بشوي، مابغيتش نبدل كلشي دقه واحده، حيت راكم عارفين غادي تجي لا من ناحيه الماديات صعيبه لا من ناحيتي حتى انا. خطرات ما كتكونيش كاع دايره الحاجه في بالك تتصد فيها وكتكون بثمن زوين، بحال دابا هاد لي غونجمون عيني هي فيهم شحال هذا، ولكن بغيت شي وحدين صغيورين غير العكوره، حيت راكم عارفين انا العكوره عندي بزاف. ايوا صافي ولقيت هادو ها نتوما. المهم نحلهم، ما عرفتش واش نحلهم ولا لا، باش نحلهم ثاني باش ما يضيعوش. المهم ها هو الشكل، ها هو كيف كيجي شفتو. ايوا صافي خديت منهم جوج، هادو دايرين 260، ها هما. الناس اللي غيسولوني عند من الا بغيتو هاد لي رونجمون هادو، اللي كاين حدا السينما، دا لي سي ديال المسيره حدا السينما. ايوا راه هذاك يا لاله، حيت كاينين جوج، كاين واحد وحده واحد القهوه، كاين واحد حدا واحد القهوه كيقولوا ليها بالاس. المهم الا كانت باقا سميتها بالاس راه هذيك. صافي المهم خديت منهم كما قلت لكم جوج، ها انتم تحطوا بحال هكا زويونين شفتوا. ايوا هذا مكان خفيف. ثاني خديت عند واحد خمسة، مول 5 دراهم اخر فوق منه تقريبا، كتزيدي واحد شويه كمفاش كتكوني طالعه الفوق، كتزيدي شويه. كاين حتى هو هاد مول 5 دراهم عند من خديت هادشي، كاين حتى واحد القهيوه. المهم خديت هاد التقشرات هادو حيت خاصني صراحه مع السبرديلات، ها نتوما ما كنبغيش نلبس دوك الغلاضين مع السبرديلات، كيعجبوني هادو. ويا اختي عندك الفنايت ياكو، وعندك هادو، وعندك شنو تاني اللي كيتجلى، راه ميمكنش راه ميمكنش كنحيدها وكتجلى في الدار بحال كيسرطها شي حد، بسم الله الرحمن الرحيم بحال كيهزوهم ما عرفتش. تمني كنجي نصبن كنلقى وحده وحده، الا كنعيا ما نقلب ما كنلقاش اختها، ما عرفتش واش نتوما زعما تيوقع لكم هذا البلان مع التقشر ولا غير انا. المهم ما عرفتش نتوما. خديت هادو فيهم جوج كحلين واحد في الكري، ها نتوما هادو خديتهم شحال كانت قالت لي، قالت لي 140 ولا ما عرفت 100 و راه 3 دراهم اويلي على 3، لا ماشي 3 دراهم، 140 اللي قالت لي. ربي مابقاش تديو عليا البنات والله العظيم الا كنزا، اختكم راه قدر فيها، بغى يكون فيها الزهايمر، خصني نبطر براسي والله العظيم. واش نتوما كتنساو، واش نتوما غير مع داك الفاكسان ديك الساعتين هو اللي دار لكم هادشي ولا غير انا؟ حيت انا راه ما يمكنش، انا راه وليت كنسى بزاف، راه الحاجه دابا كناخذها دابا ومنين كنرجع باش نتفكر الثمن شحال باش خديتها، ياك ما قول بني داك الشخص كنلقى راسي نسيت. واش زعما حتى نتوما فيكم هاد القضيه ولا يا اختي غير انا؟ الا كان غير انا ما عرفت الله اعلم اختي. المهم هذا كيصلح للثلاجه، البوطه يصلح بحال هكا، كلشي كلشي كيصلح ليه، الطوموبيل كلشي كان كيخلي داكشي اختي كيلمع، وزوين حتى البوطه ما تحكروش زوين البوطه. 300 ريال ايوا اختي، هذا عقلت عليه. وخديت يا لاله هاد المعطر ديال الجو هذا، خديته ب 240 حتى هو عقلت عليه، ها نتوما يا لاله. المهم الا كنتو كتحركوا غير خليوه على الله وصافي، والله العظيم الا حطاكم فوق واحد 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 المخاد شو شحال، دابا نوريكم دور لكم الكاميرا وتشوفوا علاش حطاكم، راه يطيح كلشي كلشي مشى. المهم خديت هاد المعطر هذا ديال
اش كيقولوا لي ديال الفاني ولا ما عرفت ديال الورد ولا المهم الورد ديال الفاني. المهم ماما ملي كيخرج ويلي ياك ما خاطر ياك ما قول بني، ولكن انا اللي هزيتو بيدي. ها هو ريحتو زوينه الا الغزال، الا والله الا غزال، والله العظيم الا غزال. ويا البنات هادشي اللي خديت، وخديت جوج ربطات ديال النعناع راه ما كاينين لتحت. سمعوا ماما قالت كتصايب الطبله، غادي نمشي اختي باش نديرو المعالجه، حيت خصكم فيها الموت ديال الجوع ما كليتش من الغدا. ايوا هذا ما كان اختي. كنتمنى يا ربي يكون عجبك الفيديو، وانا عارفه كيعجبكم هاد المشتريات، هاد النوع ديال لي فيديو مشتريات. وهذا ايوا قلت نديرهم لكم وصافي، ندير لكم هاد الفيديو غدا نتقضى، غدا نتقضى نصور لكم، غادي نقول لكم بالسلامة عليكم وتهلاو ليا براسكم. وما تنساوش يا لاله تدخلوا عندي الانستغرام، غادي كندير لكم لي لايف زوينين، كندير لكم دي ستوري زوينين، بزاف ديال الحوايج. داكشي اللي ما كنشاركش معكم هنايا في اليوتيوب كنشاركو معكم في انستغرام. ايوا هذا ما كان، بالسلامة عليكم. كنتمنى يا ربي كل فيديو نال الاعجاب ديالكم، وكان خفيف ظريف على قلوبكم. غادي نضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله، غنقول لكم بالسلامة عليكم. بليز 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 ندور لكم، ندور لكم الكاميرا تشوفوا، ندور لكم الكاميرا تشوفوا فين انا حطاكم. ندور لكم الكاميرا شوفوا البنات فين انا حطاكم. شوفوا المخاد، شوفوا المخاد، شوفوا المخاد، شوفوا التليفونات باش مضويه. دو زوين عند ماما خلاص، ولكن زدت هاد جوج تليفونات هادو باش يضويو ليا. شوفوا اي دير غير ديك، ها ها بلي 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 طاح كلشي. شوفوا البنات تنسيت قطعت معاكم الفيديو كلشي. شوفوا شوفوا اش نسيت ما وريتكمش. المهم خديت هادي، هادي بعشرة دراهم، هادي باش خديتها زوينه بحال هكا البغري، شي حاجه بحال هكا بغيتي تقلبي فهمتوا. زوينه الملمس ديالها زوين، وحتى الديكور ديالها غزال. شو ايوا هذا ما كان اختي. المهم البنات غادي نقول لكم بالسلام عليكم. سير انت بحالك، سير بحالك. غادي نقول لكم بالسلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. اختي ندير شويه الاضاءه غير باش ما نبانوش بحال هكا. قلت لكم بالسلام عليكم، تهلاو ليا فريسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. غنقول لكم بالسلام عليكم، تهلاو ليا فريسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. سلامه، باي باي.